وللحديث عن تقرير حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين حول عمليات الاغتيال التي طالت المتظاهرين وموقف الحكومة الحالية منها، معنا من عمان الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، ينضم إلينا عبر سكايب. أهلا بك معنا دكتور أيمن. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ عبد الرحمن. أهلا بك دكتور أيمن. بداية، ما الذي تميزت به الفترة الزمنية التي أعددتم فيها التقرير مقارنة بالأشهر السابقة؟ أخي الكريم، هذه حقيقة استهداف الناشطين وضمن يعني مخطط كبير لهذا الموضوع، لكن ما تم ملاحظته خلال المدة الماضية القليلة هو استهداف سافر القتل العمد والتهديد بالقتل والمحاولات الاغتيالات الكثيرة والاغتيالات التي حدثت حقيقة. هذه كلها أشرت لدينا طبعا يعني تفاقم ظاهرة القتل العمد بشكل سافر للناشطين المدنيين في العراق، وهذا يؤشر إلى أمور يعني تدهور كبير في حالة التعبير عن الرأي في العراق، وكذلك بالنسبة للمرتكبين لهذه الجرائم. الموضوع يخص الإفلات من العقاب. نعم، يعني بما أنك جئت على موضوع المرتكبين لهذه الجرائم، من خلال توثيقاتكم، من هو المتهم المباشر في هذه العمليات التي تستهدف الناشطين في العراق، وما هو موقف الحكومة منها؟ أخي الكريم، الضحايا هم من المعارضين للحكومة، ولم يكشف لحد الآن عن قتلة المتظاهرين الذين قتلوا جهارا نهارا، والمرتكبون واضحون، وحتى يعني أشكالهم وصورهم مثبتة وواضحة والكل يعلم من هم، لكن يعني اختفاء، عدم تحميل المسؤولية لأي جهة. وبنفس الوقت الضحايا هم من المعارضين للحكومة، جميعهم من المعارضين للحكومة. هذه ليست يعني ليست عبثا هذه الحقيقة، فلك أن تتخيل من هو المتسبب أو المتورط أو المرتكب أو الذي يأمر بهذه، لا سيما أنه في الآونة الأخيرة حتى بات استخدام السلاح من قبل المرتكبين أمام القوات الأمنية، حتى في أزقة الشوارع التي هي بين بيوت الآمنين المدنيين في العراق. ولكن أين هو دور القضاء هنا؟ نعم دكتور، استجابة تفضل. نعم، عفوا، المنظومة القضائية في العراق هي منظومة تابعة للحكومات الاحتلال المتعاقبة. الأدلة على هذه الحقيقة كثيرة جدا، وبالتالي القضاء مسيس، القضاء المطلوب منه تنفيذ رغبات الأحزاب المتنفذة في السلطة، وبالنتيجة لا يعني إن كان له دور فدوره سلبي وليس إيجابي في مسألة يعني لا سيما مسألة الكشف عن قتلة المتظاهرين. رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي يعني انتقد الاتهامات التي وجهت للمتظاهرين بالعمالة لدول أجنبية. السؤال هنا، هل كانت هناك أدلة حقيقية لدى السلطة ضد هؤلاء المتظاهرين، وهل هذا يعد مبررا حقيقيا للتغطية على عمليات الاغتيال؟ أخي الكريم، التظاهرات التي خرجت في العراق منذ 2011 وتجددت في 2019، هذه كلها تظاهرات شعبية عفوية، الغرض منها مكافحة الفساد وتقديم القتلة إلى القضاء وإنهاء النظام السياسي المبني على المحاصصة الطائفية. كيف ينتمون إلى جهات خارجية؟ والجهات الخارجية هي التي تدعم حكومات الاحتلال المتعاقبة، وهي التي فرضت سياسة
المحاصصة الطائفية والحزبية على العراق، والذي تسبب بهذا الدمار وهذا الخراب على الصعود كافة. أيضا يعني بقاء، فهذا الأمر حقيقة مر على قائله، وهذا الأمر نعم بقاء مميزات لدى الأحزاب المتنفذة لمنح رخص سلاح بكل سهولة، إلى أي مدى ساعد بزيادة عمليات الاغتيالات وانتشارها بشكل واسع في البلاد مع احتفاظ الفاعل بحصانة برلمانية لربما أو ميليشياوية؟ أخي الكريم، طبعا هذه فوضى السلاح والانتشار هذه الظاهرة في العراق، هذا مسألة طبعا ممنهجة، والغرض منها واضح جدا، هو تنفيذ، هو الأداة الأساسية لتنفيذ عمليات الاغتيال والقتل والتهديد للمتظاهرين. المتظاهرون سلميون لا يحملون السلاح، المقابل هو الذي يحمل السلاح برخصة الحكومة، بترخيص من الحكومة، أو هو من الأجهزة الأمنية أو من الميليشيات التابعة للأحزاب المتنفذة. فهؤلاء كلهم محسوبون على الحكومة، الجهة الحكومية، الجهة الرسمية. فهذا يعني هنا أخي الكريم، يعني هو انتشار السلاح الغرض منه هو استمرار القتل والفوضى وتهديد المعارضين، وهذا هو نهج سياسي في العراق في تهديد المعارضين وإخفائهم قسريا وحقيقة يعني بشتى الطرق وبشتى الأساليب، حتى لدينا شهادات يعني تعرضوا إلى أساليب كثيرة للاغتيال الناشطون في المدة الماضية بحسب الإفادات والشهادات للناجين منهم، لكن مع الأسف الشديد هذا هو الواقع في العراق اليوم. الحكومة هي خارج القانون، والشعب هو الذي يبحث عن القانون لتطبيقه. نعم دكتور أيمن، يعني رفع دعوى ضد رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي في فرنسا لمسؤوليته عن قتل المتظاهرين السلميين، هل يمكن أن يكون بابا للعدالة للضحايا سواء الذين قتلوا بشكل مباشر أو استهدفوا بعمليات اغتيال منظمة؟ لا شك أخي الكريم، هذا حقيقة يعني رسالة تبعث على الـ الـ الأمل في تحقيق ولو يعني جزء من الإنصاف قانونيا والعدالة القانونية، لكن هو يظل الأمر مرهون بالإرادة السياسية الدولية، وهذا أمر يعني مفروغ منه. نعم المحاولات يجب أن تستمر، الجنات، هذه الأحداث حقيقة تقديم للمحاكمات ترعب، تقض مضاجع المرتكبين. بالنهاية هي يعني أمور مهمة جدا، لكن الجدوى منها الرئيسية يظل مرهون بالإرادة الدولية، وهذا اليوم حقيقة في العراق الكل يعلم أنه الجهة المعتدية هي أمريكا، وهذا يلخص لنا حال حقوق الإنسان في العراق. نعم، إذن كنت معنا عبر سكايب من عمان الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لك.